بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نبدأ نحل مع بعض مسائل على الجالفانومتر والأميتر والفولتميتر. ففي مسألة زي دي بيقول find the torque acting on galvanometer coil of 12 سنتيمتر سكوير. فأنا عندي الأريا بتساوي 12 times 10 a to power negative 4 متر سكوير، حولتها من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير. بيقول الكرنت ب 1 ملي امبير، يبقى 1 تايمز 10 اي تو باور نيجاتيف 3 امبير. بيقول عدد اللفات ب 150، وبالتالي ايه ال ان ب 150. الماجنتيك فلكس دينستي ب 0.5 تسلا اهو. يبقى انا واضح ان معايا كل حاجه، معايا البي والاي والاي والان، وراح هو مديني الانجل اللي ايه بقى الكويل عمل ديفلكت بيها انجل 30. طيب اوكي، طالما الكويل عمل انجل ايه ديفلكت باي انجل 30، هو عايز التور. خلي بالك هو قال ايه، قال في المساله ها جالفانومتر، وكمان قال ان سسبندد ان يونيفورم ها راديال ماجنتيك فيلد. كنا احنا خدنا ان الجالفانومتر عباره عن تو كونكيفد ماجنت كده، ده ان وده اس، وهنا في سلندر كده، وان خطوط الفيلد عامله كده، وهنا في سبايرال نازل منها سلك كده ودي سلك كده. وبالتالي كنا قلنا ان الكونكيفد دي خلت الفيلد على شكل ايه؟ راديوي. تمام؟ كمان بيبقى الكويل دايما بارلل، قلنا في فيديو قبل كده ان دايما الكويل بيبقى ماله ها بارلل في كل ايه البوزيشنز. طيب اوكي، طالما هو ايه بارلل، يبقى دايما في مسائل الجالفانومتر او لما يقول راديال ماجنتيك فيلد يبقى دايما هنحطها ساين كام 90. طيب يا مستر ده هو مديني انجل 30، مش مشكله، هو لو عمل اي انجل من الوضع اللي كان فيه في الاول هيفضل برضه في الاخر ايه بارلل، وبالتالي هنحطها ساين 90. يبقى دايما خلي بالك، هو قال لك خلي بالك هو قال جالفانومتر، وبالتالي الملاحظه هنا ان دايما في مسائل الجالفانومتر بتبقى التورك بتساوي ها بي اي اي ان بس. فانت عندك البي وعندك الاي وعندك الاي وعندك ايه الان. بعد كده بيقول ايه فايند ايه سنسيتيفيتي. طب ما حضرتك مذاكر ان السنسيتيفيتي بتساوي ها ثيتا اوفر اي، وبالتالي الثيتا اللي هو عملها بكام؟ ب 30، لما عدى فيه كارنت بكام؟ ها 1 تايمز 10 اي تو باور نيجاتيف 3 امبير، فتطلع الايه السنسيتيفيتي. يبقى تاني يا جماعه الملحوظه هنا في المساله دي ان خلوا بالكم مش هن ايه؟ هنخلي بالنا مش هنعمل ساين ثيتا في مسائل الجالفانومتر. هنحل مع بعض المساله دي. بيقول ايه؟ الجالفانومتر اوف ريزيستنس ايه 54، يعني ار جي بكام؟ ب 54 اوم. وين كونكتد تو شنت ار اس 1 ذا سنسيتيفيتي اوف جالفانومتر دروبس تو ايه 10. احنا عارفين يا جماعه ايه، طالما قال شنت يبقى بيتكلم على اميتر، والسنسيتيفيتي بتاعت الاميتر اي جي على اي، هو بيقول ان هي نزلت لل 10 كروس مالتبليكيشن، يبقى اي بتساوي كام؟ ها 10 اي جي. But if connected to a second shunt، في شنطة تانية، إيه اللي حصل بقى؟ 0.12 of total current flow through the galvanometer. قصده ساعتها إن الكرنت اللي فلو في الجالفانومتر 0.12 I. Find RS1 and RS2. طيب إحنا عارفين يا جماعة إن الـ RS1 هتساوي ها IG RG على اي اللي هي بكام؟ اي اهي 10 اي جي ماينس اي جي، يعني كام؟ ها 9 اي جي. هتروح اي جي مع اي جي يتبقى كام؟ ها 54 على 9 تطلع كام؟ يعني 6 اوم تقريبا. طيب دي كده ايه الشنطه الاولانيه. ار الشنطه الثانيه بقى هتساوي ها اي جي اللي هي بكام؟ اي جي ها 0 0.12 I اللي هي IG ها في RG
على اي ها ماينس اي جي، يعني اي ماينس اي جي اللي هي 0.12 اي، ده هيطلع ايه؟ فوق ها 0.12 اي مضروبة في مين ها؟ 54. تحت بقى لو خدنا الاي كومن كده يبقى 1 ماينس 0.12، هتروح الاي مع الاي، فاقدر كده اجيب مين؟ ها الشنطة تبقى ها 0.12 في 54 على 1 ماينس 0.12، تطلع كذا اوم. يبقى هي دي ايه؟ الشنط ريزيستنس اللي هو كان طالبها، هو كان طالب ار شنط 1 وار شنط 2.